ينتظم الثلاثي عبد الله السعيد ورامي ربيعه واحمد فتحي لاعبو الفريق الاول لكره القدم من نادي الاهلي اليوم في التدريبات الجماعيه للفريق على ملعب التتش بالجزيره. كان الثلاثي من او قد شارك في مباراتي المنتخب الوطني امام اوغندا بالتصفيات الافريقيه المؤهله الى كاس العالم 2018 بروسيا. شهد ميران الفريق امس مشاركه الرباعي شريف اكرامي، حسام عاشور، صالح جمعه، وسعد الدين سمير استعدادا لمواجهه طلائع الجيش يوم 10 من سبتمبر الجاري في الجوله الأولى من مسابقة الدوري للموسم الجديد.